An orienteer runs 400 meter directly east and then 500 meter to the northeast at 45 degree angle due east from due north. يعني من الشمال مشي خمسة راح كده 45 في اتجاه الشرق. Provide a graphic solution to show final displacement with respect to starting position. يعني هو بدأ هنا مشي 400 كده اتجاه الايست وبعدين خد 45 درجة من الشمال في اتجاه الشرق او 45 من الشرق في اتجاه الشمال نفس الشيء لان زاوية 90 ومشي 500 متر. الحتة دي 45 درجة والجزء ده يعني وده 135 درجة. وطالب جرافيك سولوشن فنقيس نقول انا رسم 4 سنتي 5 سنتي يبقى قيس من 120 لمتين 8 سنتي و 3 من 10 تقريبا يبقى 830. اذا الار كماجنتيود تقريبا 830 متر from جراف. طب لو انت عايز تعملها بالظبط بدقة تستخدم الكوساين لو اور كوساين لو بيقول ان الار بتساوي الجذر التربيعي للاول تربيع والثاني تربيع والقاعدة دي موجودة في الكتاب ناقص 2 الاول في الثاني في كوساين الزاوية اللي بينهم. تمسك الآلة وتطلعها بالظبط هتقول الجذر التربيعي 400 تربيع 500 تربيع 2 400 500 كوساين 135. نقفل القوس. خمسمية تربيع ماينس مش بلس طبعا لازم يطلع اكبر من الاتنين طلع بالظبط بقى 8.32.4 متر لو انت عايزها بالظبط يعني. بس هو كان طالب جرافيك فممكن ترسم وتقيس لو انت رسمت سكيل طبعا.